السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي خيرونيسا بنت عبد الرحمن. سأقدم لكم تحت الموضوع هو الكلمة الصبر. ما معنى الصبر في حياتنا؟ الصبر هو كلمة كثيرا ما ينطق بها البشر. أشخاص الذي يتمتع بطبيعة الصبر سيجدون السلام والهدوء والانفتاح القلب. يرى الإسلام أن الصبر من صفات الحميدة التي يجب أن يمتلكها المؤمن بالله سبحانه الله وتعالى. وقبل كل شيء أود أن أقدم تعريف الصبر. الصبر هو الامتناع عن كل عنوة المشاكل أو الحزن أو الامتناع عن مواجهة أي شيء مكروه. الصبر بالمعنى الواسع هو الامتناع عن الغضب بسهولة والاستياء وعدم الانهيار بسهولة وتدريب نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وبعد ذلك سنوصل على أنواع الصبر. أنواع الصبر توجد ثلاثة. أولا الصبر في الطاعة. الصبر في الطاعة هو إن تنفذوا أمر الله سبحانه وتعالى. ليس بالأمر السهل على بعض الناس، فإنه سيشعر بالثقل ويحتاج إلى الكثير من الصبر. على سبيل المثال، الصبر على امتناع عن كسل إلى استقامة دائما في أداء واجب الصلاة في وقتها، والصبر على الصيام، والصبر على طلب العلم. ثانيا الصبر في مواجهة الشدائد هي اصبر على تجرب والمهن التي حالت به الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى لن يمتحن عبده خارج حدود قدرة عبده، وإنما يجتاز الاختبار فاصبروا وصدقوا على ما حل به لأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين. وأخيرا تحلي بالصبر بعدما ارتكب المعصيات هي الابتعاد عن كل ما هو حرام وحرم الله سبحانه وتعالى. وأخيرا نصائح للتحليل بالصبر توجد كثيرا. أولا اقرأوا القرآن كثيرا. ثانيا نيات بسبب الله سبحانه وتعالى. ثالثا الصيام. أربعة يذاكر. خمسة تفكير الإيجابي. ستة تذكير وعد الله للصبر. سبعة ينزم العواطف بماء الوضوء. ثمانية تحسين المزيج. تسعة توكل. شكرا على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.